أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة في صدى الأقلام. نرصد في هذه الجولة أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. البدء من صحيفة الميثاق الوطني ومقال الكاتب أحمد صبري جاء فيه: لا نضيف جديدا عندما نتحدث عن تغاضي قوات الاحتلال الأمريكي عن أعمال نهب وحراق وسرقة وتدمير للمؤسسات الحيوية العراقية في أثناء وبعد احتلال العراق، فهذا التغاضي الأمريكي طبقا للوقائع فإنه كان متواطئا ومشاركا لكونه صفحة من صفحات الاحتلال، لأن المستهدف كان تراث العراق وحضارته وذاكرته. فقوات الاحتلال غضت النظر وساعدت العصابات الدولية من اللصوص والمجرمين لسرقة حضارة وادي الرافدين بفتح أبواب المتحف العراقي أمام الساعين لتدمير ذاكرة العراق. فشهد المتحف حينها مجزرة حقيقية تجلت بتحطيم شواهد حضارة وادي الرافدين ورموزها، وهربها محترفون كانوا ينتظرون تلك اللحظة. طبقا لإحصائية متداولة، فقد تم تحطيم وسرقة نحو 100,000 قطعة أثرية تعود لحقب متعددة مرت بالعراق لا تقدر بثمن، جرى بيعها في مزادات عالمية. ولم يقتصر الأمر على ما جرى في المتحف العراقي، وإنما امتدت يد اللصوص إلى إرشيف الدولة العراقية منذ تأسيسها عام 1921 ولغاية 2003، التي كانت مخزونة في المكتبة الوطنية، وقدرت عدد الوثائق بنحو 500,000 وثيقة، إضافة إلى عيون الكتب التي أحرقت ودمرت بفعل نفس المجرمين الذين دمروا وسرقوا المتحف العراقي، حتى تكتمل الصفحة الخطيرة من أهداف احتلال وضعت قوات الاحتلال يدها على الإرشيف اليهودي ونقلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحجة إعادة تأهيله والحفاظ عليه من العبث. ورغم المطالبات، فإن السلطات الأمريكية لم تعد الأرشيف الذي يحتوي على نماذج من التوراة ويوثق تاريخ اليهود في العراق. وإذا عدنا إلى ما جرى خلال 9 نيسان 2003، فإننا نستذكر مشاهد حرق وتدمير مؤسسات الدولة العراقية، لا سيما المتعلقة بأحوال وذاكرة العراقيين وممتلكاتهم أمام أنظار القوات الأمريكية، في حين حرصت قوات الاحتلال على تأمين الحماية على البنك المركزي العراقي ووزارة النفط. ما جرى في ذلك اليوم الأسود في تاريخ العراق وما أصاب ذاكرة العراق وحضارته وأرشيفه، فإنه بات على الحريصين على العراق السعي بكل الوسائل والسبل لاستعادة ما تم سرقته بمشاركة منظمة اليونسكو عبر حملة دولية لوضع حد لتكرار هذه المأساة التي استهدفت أقدم حضارة في العالم. نشرت صحيفة القدس العربي مقالا للكاتب صادق الطائي بشأن التصريحات الحكومية في العراق ومحاولة إيهام الشعب العراقي أن الأمور بخير. ذكر الكاتب: الكل يعرف التردي الذي وصل إليه حال العراق، فالمواطن يعاني على كل الصعود، يعاني سواء في الخدمات وتغول القوى المسلحة من ميليشيات وعشائر وعصابات جريمة منظمة حتى باتت ظاهرة يتعايش معها العراقي. يضاف إلى ذلك الاستقرار السياسي الهش الذي يمكن أن ينهار في أي لحظة، وانسداد الأفق السياسي الذي انعكس على شكل أزمات حياتية يعيشها الشباب العراقي خصوصا نتيجة قلة فرص العمل وانعدام تنمية المجالات في الزراعة والصناعة والتجارة في هذا البلد. أيضا تهتك البنى التحتية، فقد تحول العراق إلى دولة فاشلة بكل معاني الكلمة. ويعرف الجميع أن الاعتماد الأساسي في هذا البلد على ريع النفط الذي يباع ويوزع على شكل رواتب وهبات وسرقات تتقاسمها أحزاب وميليشيات وشخصيات العملية السياسية. هذا الحال المزري والتردي المستمر يعرفه المواطن العراقي حق المعرفة، لكن المضحك المبكي يتجلى عندما يخرج علينا رئيس مجلس الوزراء الموقر معلقاً أن العراق حقق المرتبة الأولى في النمو الاقتصادي في المنطقة، متجاوزاً دولاً كدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، ويرفع بوجه المشككين تقريراً لصندوق النقد الدولي
وردت فيه هذه المعلومة، مع العلم أننا نقرأ في بداية التقرير المشار له الملاحظة التالية: هذه المطبوعة هي نتاج عمل موظفي البنك الدولي مع إسهامات خارجية، ولا تشكل النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة فيها بالضرورة عن وجهات نظر البنك الدولي أو مجلس مديريه التنفيذيين أو الحكومات التي يمثلونها، ولا يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذه المطبوعة. وهنا أحب أن ألفت عناية الدولة الرئيس إلى آخر تقرير منظمة الشفافية العالمية التي تحدد مستويات الفساد في مختلف دول العالم، إذ كان مكان العراق محجوزاً في ذيل قائمة دول العالم مسجلاً معدلات فساد وفشل حكومي لم يتجاوزه فيها إلا بعض الدول التي تعاني من الحروب والدمار كجنوب السودان واليمن وليبيا والصومال. وقد نشرت جريدة الصباح العراقية الرسمية الخبر مستبشرة بقولها: أخيراً أسفرت جهود العراق عن مغادرته قائمة الدول العشر الأكثر فساداً، في مؤشر أصدرته منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، ما يعني خروجه من تصنيف البلدان العشرة الأعلى فساداً بالعالم. قرة الأعين، خرجنا من تصنيف الدول العشر الأكثر فساداً في العالم. في صحيفة المدى كتب زهير الجزائري مقالاً عن الفساد في العراق ومحاربة حرية التعبير. جاء فيه: من حق الكتاب والإعلاميين أن يقلقوا هذه الأيام على هامش الحرية الضيق الذي كسبوه بعد عام 2003. الأيام الأخيرة كشفت هشاشة هذه الحرية في بلد متأزم، فخلال الأشهر الماضية صدرت عدة مذكرات قبض أو استقدام أو أحكام ضد العاملين في الصحافة أو ممن يظهرون على وسائل الإعلام أو يظهرون حرية التعبير على وسائل الإعلام، التي وردت في المادة 38 من الدستور العراقي، اكتسحتها مواد مرعبة من قوانين العهد السابق وفي جو من أزمة وانقسام شديد عطل تشكيل الحكومة. أضاف الكاتب: سابقاً كنت أعلل نفسي بأن انتكاسات الإعلام جزء من تعرجات التاريخ، لأنه لا يسير بخط مستقيم، لكنني نسيت أن العودة إلى الوراء جزء من تعرجاته. فنعود اليوم إلى نقطة الصفر، لأن الأحزاب الحاكمة نقلت المعركة من البرلمان إلى الإعلام. بعد 2003 خضع القضاء كما كل شيء للمحاصصة الحزبية التي تحكم الدولة. في الأشهر الأولى من التغيير وتحت لافتة منع أي مواد تحرض على العنف، أصدر الحاكم المدني بول بريمر عدة قرارات تحت بند منع أي مواد تحرض على العنف كحجة قانونية. واعتمادا عليه أغلقت الحكومات التالية وعطلت عدة مؤسسات إعلامية. وحسب تقرير مرصد الحريات السنوي للعام حتى سبتمبر 2007، عرقلت السلطات العراقية وبعض الشخصيات البرلمانية عمل بعض الفضائيات وأغلقت ثلاثة منها بشكل كيفي دون الرجوع للقضاء. لم يحتج القضاء على إهمال دوره، فما تفعله الهيئات التنفيذية مهما خالف الدستور يعتبر شرعيا في قضاء تابع للدولة. الانقسام الذي يحكم البلد بين قوى الدولة وقوى اللا دولة انعكس على سلوك الأحزاب تجاه الإعلام. فرغم أن القضاء جزء من المحاصصة التي حكمت البلد منذ 2003، لكن الأحزاب التي تعين القضاة لا تلجأ إلى القضاء وحده حين يمس الإعلام مصالحها الخفية وحصصها في ريع الدولة. تتجاوز الزمن والروتين والبحث عن الأدلة، وترسل ميليشياتها الخفية لتحكم وتنفذ في مدة قصيرة لا تتجاوز الساعة والنصف. تستطيع هذه الميليشيات أن تقتحم المؤسسات وتكسر وتضرب وتعتقل، والقضاء ساكت أمام هذه الخروقات الدستورية. تصاعد دور القضاء في الأشهر الأخيرة في إصدار أحكام كالحبس المشدد لمدة عام بحق القاضي المتقاعد رحيم العقيلي وحجز أمواله بتاريخ 9 حزيران من عام 2021 بتهمة جريمة إهانة الحكومة العراقية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
لا أحد في جو التخويف والمزايدات يذكر الآن حرية التعبير التي نص عليها الدستور. على العكس، يجري ترديد استثمار تلك الحرية للتطول على المقدسات. يؤكد الكاتب حسن أبو هنية أن فرصة سانحة لإنشاء منطقة آمنة تركية في سوريا، وقد طرحت هذه الفكرة طرحتها أنقرة بإنشاء منطقة آمنة عازلة، طرحت المرة الأولى في عام 2014 ولم تكف تركيا عن محاولة فرضها منذ ذلك الوقت، لكن الظروف المتغيرة والتحولات المتعاقبة لم تكن تسمح لتركيا بتحقيق هدفها، فقد كانت تدرك أن محاولتها ستواجه بتحديات سياسية واقتصادية وعسكرية خطيرة إذا أقدمت على تنفيذ أهدافها بصورة أحادية. فالأطراف الرئيسة الفاعلة ولا سيما الولايات المتحدة وروسيا وسوريا وإيران لم توافق على رغبة أنقرة هذه، وحذرتها من مغبة الإقدام على تنفيذ خطتها بشكل أحادي. ولكن قد تبدلت الآن كل الظروف والأسباب التي منعت تركيا على مدى سنوات مضت من تنفيذ خطتها، وتبدو الآن الفرصة سانحة على وفق قول الكاتب من أجل إنشاء منطقة آمنة عازلة في سوريا. فروسيا منشغلة بغزو أوكرانيا وهي بأمس الحاجة إلى تركيا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من الدول الأوروبية أيضا بأمس الحاجة إلى تركيا الآن. لا يزال موعد تنفيذ العملية العسكرية التركية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنشاء منطقة آمنة مجهولة، وهو مرتبط بسلسلة من التفاهمات وشبكة معقدة من المقايضات بين موسكو وأنقرة. لكن الحرب الروسية على أوكرانيا ذللت العقبات بين البلدين، فتعطيل تركيا لمسار توسيع حلف الشمال الأطلسي يلعب دوراً في استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإضعاف التحالف العسكري الغربي الذي يعمل على مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد تحدث أردوغان مؤخراً مع بوتين هاتفياً، واقترح عليه لعب تركيا دوراً في آلية المراقبة لإنهاء الحرب مع أوكرانيا. ومع ذلك لا تزال روسيا تدعم الحكومة السورية التي تعتبر تركيا قوة احتلال غير شرعية، لكن حسابات أنقرة تفيد بأن روسيا لن تعارض العملية التركية لحاجتها إلى الاحتفاظ بتركيا كشريك دبلوماسي في أوكرانيا. تبدو كافة الظروف مواتية لتركيا للتموضع داخل الخلاف والنزاع الروسي الأمريكي لإنشاء المنطقة الآمنة. فالسياسة الخارجية التركية في سوريا اعتمدت على رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستند إلى تكتيكات الشرائح المتتابعة التي تستخدم فيها أنقرة مهارات التفاوض وسياسة التأرجح والضغط والتهديدات بهدف الحصول على ضوء أخضر روسي أمريكي للقيام بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، وهي استراتيجية بات تحقيقها ممكناً في ظل غزو روسيا لأوكرانيا وموقف أمريكا تجاه روسيا. خلاصة القول إن الفرصة سانحة أمام تركيا لتنفيذ عملية إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا، فقد وفرت الحرب الروسية الأوكرانية الظروف المثالية للشروع بتحقيق أهدافها في سوريا. إلى صحيفة واشنطن بوست التي أجرت تحليلاً للكيفية التي قتلت فيها الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلة، فقد ذكرت أن تحليلها للصور المتوفرة واللقطات المصورة والبيانات لشهود العيان تؤكد كلها أن جندياً إسرائيلياً هو من أطلق الرصاص القاتل في أكبر احتمال. وذكرت الصحيفة أيضاً أنها فحصت بعض لقطات المصورة والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي وصور الحادث، وقامت بجولتي تفتيش للمنطقة، وطلبت أيضاً من محللين مستقلين لتحليل أصوات الرصاص المساهمة برأيهم. كل هذا يقترح أن جندياً في القافلة العسكرية الإسرائيلية قد أطلق النار وقتل شيرين أبو عقلة. وقال الجيش الإسرائيلي إن جندياً من جنوده ربما أطلق الرصاصة وربما أطلقت بطريقة غير مقصودة، ولم يظهر الجيش الإسرائيلي أي أدلة عن وجود مسلح،
ولا تدعم أشرطة الفيديو مزاعم الجيش عن مواجهات مسلحة في الدقائق التي سبقت القتل، بل وتظهر كل الأدلة والروايات وشهود العيان الذين قابلتهم الصحيفة أنه لم يكن هناك إطلاق النار وقت القتل. وتقول الصحيفة إن التحليل الصوتي لإطلاق النار الذي قتل أبو عاقلة يؤشر إلى شخص واحد أطلق النار من مسافة قريبة تطابق المسافة بين الصحفيين وقافلة الجيش الإسرائيلي. وبناء على شريط فيديو صورته واشنطن بوست، فقد كان وجود الصحفيين بمن فيهم أبو عاقلة واضحا للجنود الذين كان يمكنهم تحديد هويتهم عن بعد 182 مترا. وكان أحد الجنود ينظر في التلسكوب بحسب بيان الجيش لاحقا. وبدأ سليم عواد 27 عاما المقيم في جنين بثا حيا على تيك توك في الساعة 6:24 دقيقة صباحا. وفي فيديو حصلت عليه الصحيفة أخبر شخص عواد بأن الجنود الإسرائيليين متمركزون في الجنوب الغربي. وفي نفس الوقت ظهر الصحفيون وهم يرتدون الخوذة والستر الواقية التي تعلمهم بأنهم صحفيون. نشرت صحيفة نيزا في سيمايا الروسية تقريرا تحدثت فيه عن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس بعد إعلان السلك القضائي وموظفي الجهاز القضائي قيامهم بإضراب مفتوح. وذكر الصحيفة أن الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن اعتزامه تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي في 16 من شهر حزيران الحالي، احتجاجا على القرارات الرئاسية ومنها إقالة 13 من أصل 24 واليا تونسيا. وأضافت الصحيفة أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة التونسية والتي لم تحظى بدعم شعبي مدفوعة بالرغبة في الوصول إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على مساعدات مالية، وقد تسهم مسودة الدستور الجمهورية الجديدة التي تصاغ بتوجيه من رئيس الدولة لحرمان المعارضة من نفوذها بحسب ما راه معارض الرئيس تسهم في تفجير الوضع في تونس. وبحسب نقابة القضاة فقد شارك أكثر من 99% من القضاة وأعضاء السلك القضائي في الإضراب المستمر منذ أسبوع، وقد أغلقت جميع قاعات المحاكم احتجاجا على ذلك. وذكرت الصحيفة أنه عن طريق خلق نوع من الفوضى في السلك القضائي المستقل يمضي الرئيس التونسي في سبيل استكمال مخططه الذي انطلق في تنفيذه منذ 25 من تموز يوليو الماضي بعد تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة. وبحسب الصحيفة فإن الاتحاد التونسي للشغل أصبح يعتبر القوة الوحيدة القادرة على معارضة الرئيس، ويتمتع بسلطة تخول له منع رئيس الدولة من صياغة دستور جديد وإبرام صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي. وأوردت الصحيفة أن عدم ذكر الإسلام دينا للدولة في دستور تونس الجديد، وهي ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الدول الإسلامية، قد يجعل من الدستور عاملا مزعزعا للاستقرار. وترى الصحيفة أنه رغم أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول حزب النهضة الذي يعتبر الأكثر نفوذا في البلاد، غير أنها قد تأتي بنتائج عكسية وغير متوقعة، وتهدد الإضرابات الاستقرار الداخلي للبلاد، خاصة مع بلوغ معدل البطالة حوالي 19% العام الماضي وتدهور الظرف الاقتصادي، ما يجعل تونس تلجأ إلى طلب المساعدة من الدائنين الدوليين. قال مراجعون من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إن لقاح فايزر بيونتك المضاد لكوفيد 19 آمن وفعال للاستخدام لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأربع سنوات. وقال مراجعو الإدارة في وثائق إن تقييمهم لم يكشف عن أي مخاوف جديدة بشأن السلامة فيما يتعلق باستخدام اللقاح لدى الأطفال الصغار، و
نشر تحليل إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لبيانات تجربة فايزر قبل اجتماع يعقده مستشاروه الخارجيون في 15 من شهر حزيران الحالي. وستحدد توصية المستشارين الخارجيين ستحدد قرار إدارة الأغذية والعقاقير بشأن تلك اللقاحات. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد نشرت مراجعة يوم الجمعة ذكرت فيها أن لقاح كوفيد-19 الذي تتجه شركة موديرنا لتصنيعه يبدو آمناً وفعالاً للاستخدام في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسبعة عشر عاماً. هذه مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. انتهت بهذه جولتنا الصحفية في صدى الأقلام، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.